يخصها ابدا بالعنف. كيف؟ طريقة حكي؟ يلا نروح نشوفها. سارة، شو رأيك باللوك؟ برزهم أكثر يعني طبيعيين زي ما أنت عايزاهم. طبيعيين بس يعني استعملنا ما تغيرت الشيب، يعني رسمة حواجبك ما تغيرت بس إنه فراغات كلها تمت اكزاكتلي وتثبتوا بمكانه وهيك. مشكورة حبيبتي. بتعرفي أنا بالأول شو قلت؟ قلت هي الغرفة غرفة إيجابية وغرفة جمالية لأنه الألوان كتير حلوة عن جد. شابو للي اختار الألوان. هنبتدي دلوقتي نخش على إيه؟ التحدي. واو متحمسة. يلا 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 نشوف التحدي اللي مستنيكم. يلا يلا تحدي اليوم تحدي مميز جدا جدا جدا. نور هتقرأ نسبة بس من التعليقات السلبية اللي بتجيلها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعايزة أشوف الرياكشن بتاع سارة هيبقى إيه بالضبط. تعالوا نشوف. مثل ما قالت منت رح نقرأ جزء كتير بسيط من التعليقات السلبية، وطبعا موجودة سارة حدي لتدعمني نفسيا. طبعا نفسيا أكيد. أوكي، أول تعليق هو زي بناطيل الشباب. هلأ سؤال. واو. واو، لما قرأت التعليقات صحيح أنا هالتعليقات كلها أغلبها مر علي من قبل، بس وجود سارة حدي وهي عم بتعيش اللحظة حسيتها هيك كيف عم تنفعل مع التعليق ومستغربة من القصة. الحين أصلاً ياسين البنات يلبسون بناطيل الشباب مو غلط يعني. التعليق اللي بعده هي. مفكرة حالها أجنبية. لا اوكي ماي جاد. اوكي انا عايشه بامريكا بس مش اجنبيه، انا عربيه عم بحكي عربي، كيف مفكره حالي اجنبيه؟ حسيتها هيك كيف عم تنفعل مع التعليق ومستغربه من القصه، خلاني اعيشهم كانه عم يمر علي لاول مره. شو بيقصدوا بهيك تعليق ساره برايك؟ احس ناس فئه معينه يقطون تعليق هيك خلاص، هم يعني ما يفكرون شو يتكلمون اصلا يعني. طبعا بخصوص التعليقات اكيد شيء كان مزعج بالنسبه لي. يعني هي عربيه تتكلم عربي، تمثل بلد عربية، فعادي يعني ليش كلام ما له داعي صراحة. Oh my god. المهم أنا عربية وفخورة بهالشي، so مش أجنبية definitely. التعليق اللي بعده، ليش ما تكون هوايتك الطبخ مش أفضل؟ شو كنت عم أقول نسيت. واو أنا برد. أول شيء أول شيء أنا الحين اليوم جاية بدافع عنك بكل شيء. فوالله أوكي، أنت شو عرفك أصلاً إيه هي تعرف تطبخ ولا أنت كنتي معها في البيت؟ أكيد لا. والله حاولت أتعلم وماما حاولت تعلمني بس حرقت لها المطبخ مرتين. بس يعني أوكي لازم أتعلم الطبخ. اللي بعد التعليق محزن نوعاً ما، لأنه الكلام اللي فيه ما بعرف يعني نية الشخص اللي كتبه. حبيبتي اعملي عملية تجميل لأنفك ستكونين أجمل. وهي حطت لي قلب أحمر معناتها بتحبني، بس قلب أحمر مع هيك تعليق كانوا شوي بعض التعليقات صعبين. شوفي أنا أفضل إنه يشيل القلب الأحمر ويحط قلب أسود، لأنه يعني أوه ماي جاد ما سويت شيء. التعليق وايد قاسي قاسي ومجرح. الكلام له تأثير كتير كبير، فهالتعليق عن جد لما قرأته ما بنكر حزني لأنه حسيت يمكن عم تكتبه بنية طيبة، مفكرة أنه هي نية طيبة، بس هيك تعليق ممكن يكون خطير لحدا. التعليق اللي بعده، حدا ترك لي عصورة جدا عادية، ما توقعت أنك رح تتكبري هيك، وين التواضع؟ سارة اكشفي حقيقتي، أنا متكبرة جدا. أول شيء حسيت دراما يعني ليش؟ وين يعني شو قصة التواضع؟ أول شيء أنت ما شفتها، ما قبلتها، ما شفت شخصيتها على الحقيقة، ما شاء الله أول شيء هذيك الخشب، شخصية رائعة جدا. ثانك يو سو ماتش على فكرة الكلام. اليوم أنا محامية. حياتي ثانك يو. التعليق الأخير هو كفاية ما تعمليش فيديوهات مرة ثانية. كفاية. خلونا نطفي الكاميرا. خلاص اوكي يلا. ما بعرف شو الشخص حس، كيف الواحد بيطلب من شخص هيك بأمره لا تعمل هيك لا تساوي هيك. حبيت اعطيها الطاقة ايجابية دائما تكون هي نفسها. اوكي جايز بكفي هيك تعليقات، خلص تعبنا تعبت سارة نفسيتها حتتأزم. هي التعليقات هي اللي بتقوينا وبتخلي عزيمتنا اقوى وبتخلينا نكمل، لانه انا بعرف حالي وانت بتعرفي حالك اكثر من هدول العالم. وسمعتوا اراء سارة وسمعتوا تعليقات نور، وفعلا فعلا قد ايه الكلمة الواحدة بتأثر في الشخص الواحد. التجربة اللي تعلمت منها اليوم هي الصبر. طبعا تحبي نفسك اهم شيء، كوني مميزة.
سو أنا اليوم شاركت معكم هالتعليقات لحتى تعرفوا إنه كلنا مرينا بهالشي، بس لازم نكون أقوياء ولازم نذكر حالنا إنه هالكومنتات أو التعليقات من الناس اللي حوالينا ما ممكن تأثر على نحنا كيف نتصرف ونحس تجاه حالنا. اوكي جايز، اول شيء حابه اشكر ساره على وجودها معنا وانه شاركت قصتها اللي انا اكيد حتاثر بكثير بنات من ناحيه موضوع جدا مهم اللي هو موضوع الانوثه. الانوثه مش صوت معين ولا لبس معين ولا طريقه حكي معينه، الانوثه هي طبيعتك، سو كوني على طبيعتك لتكوني الانثى والانوثه بطريقتك انت. شكرا كثير ساره على وجودك عن جد. شكرا، انا اشكرك كانت فتره ممتعه، استفدت منك معلومات، عرفنا على بعض اكثر، وصح بالفعل يعني شو مكان الشيء اللي انت تحبينه ابدا ما يقلل من انوثتك. بالنهايه الرساله الاخيره، كوني انت لانه انت مثل ما انت على طبيعتك الاجمل. وكمان حابه اذكركم بهالفيديو في مسابقه، وشروط المسابقه هو شرط كثير سهل، بس تتركوا كومنت ايجابي، تعليق ايجابي حلو، وصاحبه احلى تعليق رح يختاروها بنفت ميدل ايست ويعلنوا عن الفائزه بالستوري بانستغرامهم. صروحوا على انستغرامهم لتعرفوا اذا انتم فزتوا، ورمضان كريم عليكم وعلينا. انت لازم تكملي حياتك، تمضي باي شيء وما تاخذي القرار. ما في احد يبغى يتعاسر نفسه. لا تنسوا تشتركوا بالقناة بالضغط هون، وكمان حطوا لايك للفيديو إذا عجبكم طبعاً، وفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم إشعار لما ننزل حلقة جديدة، وفي هون حلقات أكتر، شوفوا هون.